كان مهرجان اعتزال الأسطورة محمود الخطيب مبهراً وفريداً في كل شيء، من حضور الجماهير قبل المباراة بساعات وهي تهتف لبيبو وتحاول إقناعه بالعدول عن القرار، إلى التنظيم والمشاركين في هذا الحدث الاستثنائي. كلمات بيبو الخالدة للأسماع حتى الآن، وأشياء أخرى ظلت حاضرة في أعين كل جماهير الكرة بمختلف انتماءاتها. طفل صغير لفت الأنظار خلال هذا اليوم، حيث ظل يداعب الكرة لمدة تجاوزت 15 دقيقة دون أن تلمس الأرض قبل بداية المباراة. هو أحمد سمير ناشئ الأهلي وقتها، الذي كانت بدايته من طنطا، والذي انتقل للعب للأهلي وتم اختياره ليشارك بفقرة استعراضية في مهرجان اعتزال الكابتن محمود الخطيب. تسببت الإصابات القوية في حرمان الجماهير والأهلي من موهبة رائعة، فاعتزل قبل أن يكمل عامه 28 ليتجه إلى التدريب، حيث بدأ في أكاديميات الأهلي ثم قطاع الناشئين، وقاد العديد من الفرق من بينها مواليد 2005، والذي حقق معه نتائج جيدة، والآن يتولى منصب نائب رئيس قطاع البراعم بنادي إمبي، يواصل النجاح في قطاعات الناشئين. أحمد سمير بيبو معنا اليوم ليتحدث عن قطاعات الناشئين في مصر وسر اختياره للمشاركة في اعتزال الأسطورة محمود الخطيب.